انت نجيب بابا؟ يا حبيبي انا نجيب ابوك، ابوك يا حافظ. اسمع يا حبيبي، انا مش هقدر استنى هنا كتير، انا لازم امشي بسرعه. ها ماما الله يرحمها قبل ما تموت تعذبت علشانك كتير قوي، وشافت الويل عشان تحافظ عليك، وانت ابني لازم تعيش معايا. اتفقنا، يلا نهرب. لا لا يا حبيبي، مش دي الطريقه اللي احنا نهرب بيها. عندي شويه مشاكل هحلها علشان يبقى لي حق ناخدك من هنا. انت خايف من انورين؟ لا انا ما بخافش الا من اللي خلقني وبس. بكره الصبح هعدي عليك واخدك من هنا. اتفقنا، وانا هستناك. بس ما تقولش لحد انك شفتني. ها وانا هاجي لك على طول، انا عايزها تبقى مفاجاه. بحبك. وانا بحبك عشان عندك كرامه. انت عرفت منين؟ انا عارف كل حاجه عنك، انت عندك حصان مش كده؟ يا حبيبي وهتديهولي؟ انا هدي لك عمري كله. اجمد بقى، خليك راجل. حاضر حاضر يا حبيبي. أولاد إزعاجك؟ أنورين أنورين أنورين، أنت أنورين. أدب لي حافظ، تقول جدتي أنورين هانم. وجدتي ليه؟ ما كل اللي في القصر عارفين إنك جدتي، وما قلتش هانم لأن الخدمين هم اللي بيقولوا لك يا هانم، وأنا مش خدام. لسان طويل، انا قلت مش هلعب مع اولاد دول. دول بني ادمين، ومعدين العب مع مين؟ هو في حد تاني غيرهم؟ انا بحب العب معاهم. فايده يك، انت مش ممكن تكون محترم، انت يطلع زي ابوك. ما تجيبيش سيره ابويا. ترفع صوتك حافظ؟ ما حبش حد يهين ابويا. افرن افرن، تعرف تتكلم عن اهانه. جزاء 10 أيام حبس في قبو. جحيم القبو ولا جنة أنورين؟ إيه؟ في إيه؟ من يعمل ضوضاء؟
الحقي يا هانم، في واحد بيقول ان رسول من بيت القاضي ومعانا جيب افندي. ابويا شوف افندي في عينك قدر يتجرأ فلاح على اسياد يجي يقتحم سراي وكمان قاضي. لا مؤاخذة يا هانم، انا رسول من بيت القاضي بعلنك بالحضور امام القاضي في حي النحاسين. في حكم على سعادتك برد الطفل حافظ ابن نجيب افندي من ملك هاني لان عمره تجاوز الست سنوات. فلاح العار ادب يك يريد حضرتنا امام قاضي. عقل يك تربية يك نجيب لابد يدخل سجن مش يشوف ابنه ابدا. نجيب ازاي تسمح لنفسك تقتحم سراي؟ انا مش هنسى ابدا اللي عملتي فيا ولا اللي عملتيه بنتك ملك. مش هسمح لك ابدا انك تاذي ابن حافظ او تبعدي عني. يلا يا حافظ. ابويا ولد حافظ انزل يا ابي العفريت شكلك يا نورين. سلام يا هادي. شبان ما سيبنيش انا اجيب افندي، استناني يا ابو حمار. لقد أصبحت في حضن أبي وانطلق الجواد بسرعة الريح. كنت فرحا لأنني أطير وأطير. كنت فرحا لأني سأطول السماء. وتأكدت أن هذا الجواد سيعبر بي إلى مكان أجمل، أجمل بكثير مما كنت فيه. ما هذا المكان؟ هل هنا سأعيش؟ ما هذا الزحام؟ ولماذا هؤلاء الناس يرتدون هذه الملابس؟ ما هذا الضجيج؟ هل سأعيش هنا؟ على رأي جدتي أنورين قذورات فلاحين. ربما خسرت القصر الكبير والفخفخ والأمة، ولكن يبدو أني سأكسب قلوب هؤلاء الذين في استقبالنا. من أول وهلة شعرت بالحب والدفء والحنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا حفيدي، تعال يا حافظ، أنا جدك حسن السداوي. بسم الله ما شاء الله، الخالق الناطق أبوه نجيب. تعال يا حافظ، تعال يا ابني، تعال، أنا عمك. انا عمك اخو ابوك. قول لي بقى، حافظ القران؟ انا حافظ. حافظ ايه؟ حافظ نجيب. يا اختي عليه وعلى جماله. مين دول؟ اهو ده اللي هتوحم عليه. مش لما تحبلي الاول يا وليه؟ بقالك ست سنين بتتوحمي. حلكم مش عايز حد ينفح. يا كنتوا فاهمين ان الواد فرحان بلمتكم حواليه؟ يا ساتر يا اخي، سبحان مغير الاحوال. ده الواد كان في قصر جبتوه للفقر. الله الله الله، جرى ايه يا شيخ خلف؟ ايه لزوم الكلام ده دلوقتي؟ يتربى في عزك يا نجيب افندي. عز ايه بلا فقر؟ متشكرين يا جماعه، متشكرين. تعالى يا حبيبي، على ايامكم كلها فرح الفرح. تعالى يا دنايا. يلا يا ولاد، يلا اطلعوا ناموا. حافظ حيبات في حضني. لا يابا معلش، معلش يابا، سيبولي النهارده ده انا ما صدقت. ايه لا يمكن، لا يمكن ابدا، مش هيحصل. يو 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 يو، انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ الايام جايه كتير. مش مشكله،
ولو في مشكله حلها مش مشكله، علشان المشكله مفيش مشكله، هيبقى ايه المشكله؟ حافظ هيبات معانا، يلا يا حافظ تعالى يا سعد. الحمد لله والشكر لله، حافظ ابني ده انا هعلمه احسن علام، هيبقى مفخرة عيلة السداوي كلها. شكر الله بركعتين. يلا يابا يلا يا نجيب نصلي جماعة نشكره ونحمل فضله. تعالى يا حافظ تعالى يا حبيبي. ودتنا كلنا يا حافظ، كلنا في الكحر ده، وما الخدامين والجواري بينهم فين؟ احنا عندناش خدامين ولا جواري. انت لا تخدمنا عشان احنا عمامك. معقول انت عمامي؟ انت ايه؟ انا يا حافظ عمتك عزيزة. اهلا وسهلا. وانا عمك عمتو. اهلا وسهلا. وانت يالا عمي ايه؟ انا مش عمك، انا سعد الدخان. دخان تبقى عريق. هاي الله يسامحك. امال تطلع مين انت؟ انا جاركم وصاحب عنتر. زي بعضه. اهلا وسهلا. امال فين السراير؟ ما هو الفرش على الارض اهو. وده يكفينا. نومي تاجي. نام بقى وبلاش وجع دماغ. كانت وجع في دماغك. زي ما بيقولوا اللقمة الهنية تكفي مية. نعم انت كمان هتنام معانا. كانت قوى بنت دي تعرف صديق. مش مشكلة هلا في مشكلة هلا مش مشكلة، لان المشكلة مفيش مشكلة، يبقى ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. مين دول؟ دول بنات عم دودو الحلواني. هي خفية لالطاف نجيني. مين ما نخاف؟ مش مشكلة لو في مشكلة هلا مش مشكلة، لان المشكلة مفيش مشكلة، يبقى ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. ايه ده انت اتخمت؟ مين دول؟ دول ولاد خالتي. خالتك؟ جحيم قالورين ملا جنة العقاجين غطوني. قدام جدك وابوك بيضربوك عشان بتزوجوا المدرسه وبتنزل الترع، تهرب ليه تاني وتخليني اهرب معاك؟ مش مشكله لو في مشكله حلها مش مشكله، لان المشكله مفيش مشكله، يبقى المشكله مش مشكله. انا بتكتب في حكايه المدرسه دي ومعتنى نتعلم فرنساوي وانجليزي وتركي. انا مش فاهم حاجه بس المهم تحفظ القران. يلا بينا بقى احسن جدك وابوك يشوفونا ونتاكل على احنا الاثنين. وايه اللي يخليك يا فهد تسمع كلامي وتهرب معايا؟ اصلك بتدور دماغي، بتحكي حكايات حلوه قوي بس مش مصدقها. ايشي قصر وايشي جواري ماشيين على صدرك وكلكم شجر الحلقوكم تاني. انت مش مصدقني يا سعد؟ قال لهم ما كنتش خايف من عين، كنت دخلت اتفرجتك على القصر. الخوف مش من انورين، الخوف من جدك جاي هناك اهو. ولا يهمك اثبت يا سعد. مش مشكله لو في مشكله حلها مش مشكله، لان المشكله مفيش مشكله، يبقى المشكله مش مشكله. اهو لولا الكام علقه اللي كلهم الواد حافظ كان زمانه هربان من المدرسه وبيلعب مع العيال المتشردين دول. والله خيرا فعلت، فالضرب مفتاح العلم والادب. مشي حاره يا ساكر. عيب غير شكلك ما يعرفكش اهلك. ده انت خيرك علينا يا نورين هاني، حسيبينا بس وتروحي فين؟ انا خلاص بقيت وحيده، انسان يك اتكلم معاه، ولا ما كنتش اسمح لنفسي اقعد مع ناس اوباش زيكم والغي مسافات ومقامات.
ما هو حضرتك لازم تفضفضي واحنا خدامينك وسرك. انا لازم ابقى مع بناتي واحفادي، بس مش هسيب ديل تعبان هنا في مصر. لازم ارجع حافظ من ابوه. وليه بس المشاكل يا نورين هانم؟ نجيب هو يعمل مشاكل، وما دام بدأ بالشر انا عندي شر اكتر. هو بدأ بمحاكم وقاضي، انا ممكن بالحكم والعسكر ارجع حافظ. طيب يا حافظ، ربنا يحفظك ويسونا. انت اللي عاصر قلبي عليك يا حافظ، زي ما بكون خلفتك من سيدك يا ابني. يلا يا حبيبي تعالى معايا على جوه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا يا ست فضفضه، اتفضلي. فين نجيب افندي؟ خير يا اختي، في ايه؟ وهيجي الخير منين؟ انورين هانم اشتكت نجيب افندي في المحكمه بانه اعتدى عليها وخطف حافظ قبل ما يصدق الحكم، وجايه بكره هنا وجايبه معاها عسكر وحرس ورجال عشان تاخد حافظ بالقوه. طول ما الاعرابه من 44 انورين دي عايشه مش هيهدلنا بال ابدا. تاخده بالقوه يعني ازاي؟ هي سايبه؟ اسكتي يا كراويه، لما تيجي ومعاها رجالاتها وعسكر مش هنقدر نفتح بقنا. لازم تتصرفوا وتخبوا حافظ، دي مسافره بعد بكره على الاستانه ومش راجعه تاني، وعايزه تاخد حافظ وما يرجعش من هناك ابدا. فوتكم بعافيه. انا لا قلت لكم حاجه ولا انتوا شفتوني. مع الف سلامه، جزيكي كل خير. لا 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 لا, لا, لا لازم نودي حافظ حته بعيده، نبعده عن الحي خالص. لو سيناجيب اتاخر انا هتصرف، هوديه عند خالتي من الفجريه، الدبال الازرق مش هيعرف له طريق. Thank you.
خايف ليكون ملعوب. يابا انا خايف يكونوا خد الواد امبارح بالليل. يعني هنكون نايمين على وداننا تلاقيه صحي من بدري وخرج من الحي. راح فين بس؟ العلم عند الله يابا. وسع وسع. يعني ايه مش موجود؟ لا كار فلاح لار. انت فتيش بيوت شارع كله يا ست هانم. ما العيال كلهم بتوع الحي واقفين قدامك اهم. الله هصرخ انا ايه؟ الرجاله فتش بيت بيت. حافظ مش موجود. بندن هروبت هرب. حضرتي انهزامي يوك. هرجع لكم تاني. الله غارت. المهم دلوقتي حافظ فين؟ حافظ يا ولاد محدش منكم شاف حافظ؟ انا حافظ يابا. ايه يلعن افكارك يا حافظ. والله هفرم عليك. هو عمل ايه ده؟ انت شطان. لولا عملتك دي كان زمانك في الاستانة. هو عمل ايه؟ تعال يا حبيبي تعال. فهمونا عمل ايه. تركت القصر الكبير وانتقلت إلى بيت جدي حسن السداوي. عشت باقي عمري بين أبي وجدي وعمتي عزيزة وعمي عنطر وصديق العمر سعد حريقة. وانتقل أبي إلى بندر السنطة وأصبح في البوليس بعد نكسة الثورة العرابية وما تلاها من احتلال مصر على يد الإنجليز. يومها كان عمري تعدى 13 عاما. ولكن ما حدث يومها من بطش وقهر العسكر الإنجليز جعلني أتمنى أن أكون رجلا كبيرا لأرض ما آل به أبي. انت مش شوف شغلك. عبدالله نديم هربان في منطقتك. انت مش عارف اقبض عليه. خلاص انا انت متأكد انه هنا اقبض عليه انت؟ طبعا. انت تشتغل دلوقتي عند ادارة بريطانية يعني تنفذ اوامر، ودي اوامر جنرال وود قائد بريطاني للبحث عن عبدالله نديم بكل دقة. عبد الله نديم يظهر والا دمر بيوت منطقه كله. ايه دمر بيوت منطقه كله ليه يا سيده؟ انت مش ناقش. انت مش ناقش. انت مش ناقش. انا هنا قائد فاهم ولا لا؟ Thank you.
هاني يا حافظ، هاني وداس على كرامتي قدام العساكر بتوعي. 13 من الأطراف، 13 من الإنجليز. سكتلو ليه؟ سكتلو ليه يابا؟ أنا كنت أخطف السلاح وأطخه بيه. لا اوعى، كنت خليك في علامك وبس. البلد كلها سكتت، البلد كلها سكتت يا حافظ، ما بقاش في نفس للمقاومة. هما ليه يابا عايزين يقبضوا على عبدالله النديم؟ لأنه بطل، بطل وكاتب وخطيب وثوري، هو الوحيد من رجالة عراب اللي ما اتمسكش واتحكم عليه، والإنجليز خايفين منه لأن هو اللي أشعل روح المقاومة ضدهم. وهو هربان لغاية دلوقتي يابا؟ هربان بقاله سنين، وتحددت مكافأة 1000 جنيه للي يرشد عنه أو يقبض عليه حي أو ميت، واللي يتستر عليه ينعدم. 1000 جنيه؟ ومحدش بلغ عنه؟ الوطن اللي بيدافع عن بلده وعن المظلومين الناس بتشيله في عينيها يا حافظ، عشان كده هما مش قادرين يقبضوا عليه لحد دلوقتي، وده كمان لذكائه وقدرته على التنكر وتغيير شكله لميت شكل. انا هجيب لك طارق من الانجليزي يابا، ومش هيقبضوا عليا عشان مش هيعرفوا شكلي. حافظ خايف لننكشف ونتشاسكل. اثبت يا سعد بقى امال، اذا كنت انت يا صاحبي ما عرفتنيش هم هيشكوا فينا. طب لو فتشونا واحنا داخلين المعسكر؟ يا عمي ما فتشونا، هو احنا معنا حاجه؟ احنا ناس جايين نلم الزباله ونمشي. اثبت يا سعد ما تقلقش بقى، يلا بينا. ستوب، What do you want? بس انا ولا مؤاخذة بنلم الزبالة في هذا الوقت؟ مش بعد نص الليل؟ الصبح امشي. افهم يا خواجة افهم، اصل ابويا تعب وراح الاسبيتاليا وانا عندي كتاب الصبح، قلت اجيب جدي ونلم الزبالة. انزل افتح باب. جدي اخرس واطرش، ما بيسمعش ولا بيتكلم. اتفضل انا هنزل افتح. Open the gate.
ايه اللي حصل يا حافظ؟ معسكر الانجليز بقى حريقه زيك يا سعد يا حريقه. نعم.